ثوم شاحنة الجر. مرحبا فلافي، ماذا حدث؟ الوقود يتسرب، هل تذكرين أنك اصطدمت في شيء ما؟ لا، لا تقلقي، انتظري هنا فلافي. توم شاحنة الجر يمكنه بسهولة إصلاح جميع أعطالك. مرحباً توم. توم، هل تسمعني؟ توم، توم. أوه، شكراً يا رب، أخيراً. يبدو وكأن يومك سيكون مشغولاً. فلافي الشاحنة المسطحة تحتاج مساعدتك. هيا، دعنا نذهب إليها. من هذا الطريق توم. لقد حضر توم لينقذك فلافي. حان الوقت لجر فلافي إلى المرآب. يبدو وكأن لديك الكثير من العمل توم. نحتاج لإصلاح فلافي بسرعة قبل أن ينفذ جميع الوقود لديها توم. أحسنت صنعاً توم، استمر. ولقد وصلنا المرآب. توم، أعتقد أنك تحتاج أن ترتاح قليلاً. ممتاز. حسناً، ما رأيك توم؟ نعم، خزانات وقود فلافي تحتاج أن تقفل جيداً. نعم، هناك توم، هناك شق يحتاج أن يقفل ومنه ينفذ الوقود. حسناً، ماذا نفعل الآن توم؟ نعم، اللحام، إنها فكرة رائعة. احذري فلافي، قد يجلب هذا لك بعض الحرارة. أحسنت صنعاً توم. فلافي، أنت الآن ممتازة. المقطورة تبدو قديمة وتالفة. ما رأيك توم؟ ممتاز، دعنا نقوم بتغييرها. فلافي، ستحصلين على مقطورة جديدة. متشوقة لذلك؟ واو، لقد وجدنا شيئاً، لكن هذه المقطورة أطول من القديمة. توم، هل تعتقد أن هذه مناسبة؟ أوه، لا، كيف سنثبت هذه توم؟ لقد وجدتها. تريد أن تثبت إطارات جديدة؟ إنها فكرة رائعة توم. حسناً، هذا جيد. تستطيع أن تحمل أشياء أكبر الآن. أعتقد أنك جاهزة الآن. ما رأيك فلافي؟ عظيم. أوه لا، كنا سننسى ذلك. نعم، أنت محق. نحتاج أن نغير المصابيح الأمامية لفلافي أيضاً.
هل هذا مناسب توم؟ أوه، حسناً. ما رأيك بهذا؟ ممتاز، لقد وجدنا مصباحاً مناسباً جداً لفلافي. بإمكانك تجربتهما فلافي لنرى إن كانا يعملان جيداً. أحسنت صنعاً توم. إلى اللقاء فلافي، نراك قريباً. وداعاً توم، نراك لاحقاً. مرحباً إدجر، يبدو وكأنك مشغول جداً اليوم. هي، احترس. واو، أنت بارع في ذلك بالتأكيد. أحسنت صنعاً إدجر. هذا يبدو ثقيلاً بالنسبة لك إدجر. كن حريصاً أكثر عزيزي، الحمولة تبدو ثقيلة جداً. هي إدجر، هل أنت بخير؟ أوه لا، الدلو مكسور، كيف ستكمل عملك الآن؟ لكن إدجر لا تقلق، حسناً سأتصل بتوم شاحنة الجر وسوف يقوم بإصلاحك فوراً. هي توم، توم نحتاج مساعدتك، الحفارة إدجر في مشكلة ويحتاج المساعدة، هيا بسرعة. دعنا نسرع توم. إلى اليسار بسرعة. أحسنت توم. الآن على يمينك عند التقاطع، هذا سوف يقودك إلى موقع البناء. لقد وصلنا موقع البناء. هل تستطيع أن ترى أين إدجر توم؟ حسناً توم، تعال حالاً، ستكون بخير، فقط كن حريصاً جداً. انظر هناك توم، هل ترى إدجر الآن؟ مسكين إدجر، يبدو منزعجاً جداً. مرحباً إدجر، توم هنا، لا داعي للقلق بعد الآن. هيا لنأخذك إلى المرآب إدجر، هل أنت مستعد توم؟ هيا دعونا نذهب. احترس توم. رحلة صعبة توم، لكن انظر، لقد وصلنا المرآب الآن. إدجر، توم سيلقي نظرة عليك الآن. حسناً، ما رأيك توم؟ دعنا نبحث عن دلو جديد لإدجر. هل هذا مناسب توم؟ لا؟ ما رأيك بهذا؟ لا؟ وهذا؟ ممتاز! رائع! لقد تم تثبيت الدلو الجديد. ماذا سنفعل الآن توم؟ نعم، أنت محق، نحتاج إصلاح هذا الباب. هناك توم، إني أرى ماكينة اللحام على الرف الثالث، هل نسيت شيئاً توم؟ بالضبط،
عدة الرأس الواقية لحماية عينيك من شرارة اللحام. هيا لنبدأ. احترس توم. وأنت أيضاً إدجار. واو، هذا يبدو رائعاً. لا مزيد من الأبواب المعلقة التي ستقلق بشأنها إدجار. هل هذا يجعلك حفارة سعيدة؟ أنا أراهن على ذلك. هل هناك شيء آخر توم؟ هل تفكر بما أفكر أنا توم؟ ممتاز! إذن لنبدأ الآن. حان وقت الغسل إدجار. يبدو وكأن إدجار يستمتع بالغسل. تبدو جديداً تماماً إدجار، أليس كذلك؟ أنت جاهز للذهاب. وداعاً إدجار، وقتاً سعيداً. مرحباً ليلي، أنت مشغولة اليوم؟ ليلي، ماذا حدث؟ لديك مشكلة في رافعة الكرسي المتحرك؟ نحتاج إصلاحه حالاً. لا تقلقي ليلي، توم شاحنة الجر، يمكنه مساعدتك. انتظري حتى أقوم بإحضاره. توم، استيقظ أيها النائم. ليلي الحافلة الصغيرة تحتاج مساعدتك توم، وإلا فإنها لن تستطيع أن تصل المدرسة في الوقت المناسب لإحضار الأطفال. هيا لنذهب لإصلاحها. هيا توم. هناك على اليمين توم، إنها هناك. مرحبا ليلي، توم هنا، سيقوم بإصلاحك فورا. ممتاز توم. هيا لنذهب للمرآة. لقد وصلنا. حسناً توم، جاهز لإصلاح الحافلة الصغيرة؟ هيا لنبدأ. حسناً، ماذا سنفعل في الرافعة توم؟ نعم، لنقوم بتغييرها. هذه مناسبة توم. هيا. ممتاز. حان وقت رافعة الكرسي المتحرك الجديدة. افحصيها ليلي لنتأكد أنها تعمل جيدا. واو، إنها تعمل جيدا. ماذا هناك ليلي؟ توم، ما المشكلة لديها؟ ماذا
أوه، البطارية تحتاج إلى شحن. حسناً، ها هو الشاحن. سنحتاج دقيقة فقط للي. لا تقلقي، لن يؤلمك كثيراً. وانتهينا. ممتاز. حسناً، نحتاج أن نستبدل هذه المرآة. ما رأيك بتلك التي على الرف العلوي توم؟ هل هي مناسبة؟ أوه، حسناً. ما رأيك بهذه؟ تبدو مطابقة تماماً لمرآة ليلي الأصلية. هيا لنستبدلها توم. أحسنت صنعاً توم! ليلي الآن جاهزة للانطلاق! وداعاً ليلي! أطفال المدرسة بانتظارك! نراك قريباً! مرحباً إيثان! هل أنت مشغول؟ ماذا هناك إيثان؟ هل هناك مشكلة؟ أوه عزيزي، وعاء التفريغ لديك ملتصق، تحتاج أحداً لإصلاحه. سأحضر توم شاحنة الجر. هاي توم، إيثان شاحنة التفريغ يحتاج مساعدتك. سأدلك على الطريق للوصول إليه. إنه في موقع البناء، أسرع. على يسارك توم. لقد اقتربت توم. لا تقلق إيثان، توم في الطريق إليك. أين هو؟ أوه، إنه هناك. مرحبا إيثان، توم هنا لمساعدتك. لدينا مشكلة توم، وعاء تفريغ إيثان ملتصق. لا تقلق إيثان، سنأخذك إلى المرآب ونقوم بإصلاحك. أوه عزيزي، إيثان ثقيل جدا. يبدو أن الصخرة التي يحملها هي السبب. ماذا سنفعل توم؟ هل لديك أفكار؟ فكرة جيدة توم! سنستعين بشارلي الرافعة للمساعدة. مرحباً شارلي، هل ترغبين بمساعدتنا؟ ممتاز! الآن إيثان خفيف جداً، ويمكن أن نجره إلى المرآب. شكراً شارلي، ابتهج إيثان، سنقوم بإصلاحك في وقت قياسي. نحن هنا إيثان. ما المشكلة توم؟ أوه نعم، براغي وعاء التفريغ مشدودة جدا، نحتاج لمفتاح الربط لرخيها. أين مفتاح الربط توم؟ هل تراه؟
أحسنت صنعاً توم. الآن وعاء تفريغ إيثان يتحرك للأعلى والأسفل بسهولة. أوه عزيزي، يبدو وكأن إطار إيثان يحتاج إلى نفخ. سنحتاج لاستعمال مضخة الهواء لنفخه. أين مضخة الهواء توم؟ أوه، إنها هناك. تحتاج أن تملأه بالهواء جيداً. ممتاز. حسناً توم، هل تعتقد أن إيثان يحتاج إلى دهان جديد أيضاً؟ هذا اللون ليس مناسباً، أين سنبحث عن لون مناسب؟ على الرف؟ أحسنت صنعاً توم، هذا هو اللون المناسب. واو توم، إيثان يبدو جديداً تماماً. انظر كم هو سعيد. ما المشكلة توم؟ ماذا تلاحظ؟ أنت محق، مصباح فرامل إيثان لا يعمل. كن حريصاً توم، تحتاج أن تختار المصباح المناسب تماماً. لا، هذا ضوء دوار. لا، هذه مصابيح أمامية لأن لونها أبيض. هذا هو المصباح المناسب. مصابيح الفرامل دائماً حمراء. عظيم توم، إنه مناسب جداً. هل أنت مسرور إيثان؟ تبدو رائعاً. وداعاً إيثان، إلى اللقاء توم.